درنا ريحه ما درنا بصله ما قلنا سواف مرشينا درنا حتى حاجه غير وضعيه اللي قدينا فيها السيد غادي في قليل يعني ما كاينش واحد جوج دقائق ولا ثلاث دقائق غادي نقول يعني في إطار الصفات ديالي كاين هذا المكتب المحلي ديال الهلال الأحمر للعبيد المستقبل المصري وهي سميتو يهبط الشعار ديال لنجعل مسعف أو منقذ في كل بيت أو على الأقل في كل حومة كتجي هذه الدورة في إطار الأسبوع الوطني ديال الهلال الأحمر للعبيد. الدورة عرفت حضور يعني متميز متطوعين متحمسين كان تجاوب كبير مع المنتجين المؤثرين في الدورة. الدورة هي الثانية في هذا الموسم هذا كنتمنى صراحة أنها تكون يعني تكون تجاوب مستقبلا مع مثل هذه الدورات اللي محتاجة للمدينة ومحتاجة للمواطن مع تزايد ديال الحوادث أو في البيوت أو في الشارع العام بصفة عامة. كنحتاجوا بصح مسعفين كنحتاجوا منقذين لأن الحياة دائما كتكون هذا المنقذ هذا المسعف كيكون هو الواسط بين الحياة والموت يقدر يكون هو السبب أنه يكون منقذ ديال حياة المواطن في حالة من الحالات ديال الإصابات. إطار تقوية قدرة المكاتب المحلية والإقليمية كنقوم بهذا التكوين في مجال الإسعافات الأولية في مدينة المقصيري. الحمد لله أنه كاين واحد التجاوب من طرف الشباب والشابات وهذا الشيء راه كيفرح الحمد لله أنه كل شيء يستفاد كل شيء يعني بغي أعرف شنو الأهمية ديال الإسعافات الأولية والدور ديالها في الحياة اليومية ديالنا حتى في البيوت ديالنا الشارع وهذا الشيء اللي كنطرحوا إن شاء الله. الهدف ديالنا هو أننا كنا كنطرحوا أننا نكونوا مسعف في كل بيت والحمد لله حنا غاديين في هذا الموضوع إن شاء الله يكون بخير إن شاء الله. بالنسبة لكم كمكتب إقليمي ديال الهلال الأحمر إقليم سيدي الرسول واش كتقدروا أنكم توافقوا جميع المراكز الصحية من المستشفيات الإقليمية والمراكز الصحية المستوصفة الحكومية الطاقم البشري اللي قرر أنه يسد جميع الرصاص ديال الإقليم الحكومي ويشرع في برنامج أوراش وأنتم داخلين. بالنسبة لبرنامج أوراش الحمد لله قدرنا أننا نغطيو الإقليم كامل الإقليم في ما يقارب 130 مستفيد ومستفيدة مراش كاين في مستوى مدينة سيدي القاسم كاين جرف البارحة مدينة القصيري دار القدرية فوتكورت يعني الإقليم مغطي بجميع الشرائح شكرا. كلمة أخيرة بالنسبة لكم في هذا التكوين هذا يعني شنو الحوايج الإضافية اللي ضافت لهذ الشباب والشابات هذه يعني اللي شفتوها أنتم يرتبطون عجبنا الحال لأن لقينا بأن الناس بصح باغيين يستافدوا بصح عندهم رغبة أنهم يتعلموا الإسعافات وهذا التوفيق كان تجاوب كبير صح يعني كانوا متحمسين جاوبوا بشكل كبير بمقارنة مع دورات سابقة حضور كان حضور وازن بالنسبة للمؤثرين تبع الحل المؤثرين كانوا في المستوى المختلف كما عهدنا لا السي حسن بالطيبي ولا السي زيد يعني كي نوع المؤسسات حتى يعني نوصلوا للهدف المش السلام عليكم. معكم فاطمة الزهراء من مشرب القصيري. أنا مساهمة في الدورة التكوينية ديال المستوى المنقذ واستفدت بزاف من هاد الدورة وتعلمت كيفاش ننقذ الإنسان يمكن يلقى شي واحد في الطريق ونعاونو يقدر يكونوا من عائلتي يعني في دارنا نقدر ننقذهم يعني الدورة مزيانة بزاف استفدت منها وشكرا كنشكر الأساتذة والأطر اللي ساهموا في هاد الدورة وشكرا بزاف.